السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ يا رمضان مبارك إن شاء الله. هذا رمضان يزي إن شاء الله يزي في فطر. هذا شوف كل روز يزي هنا تمنية فات فور زكاة في برايس في هنا صار موجود صار في كويس. هذا 13.95 حلالة، هذا يزي 3 كيلو، هذا روز حلو 100 100. تعال هنا تمنية فات إن شاء الله روز أتي كل مسكين نفر إن شاء الله في هنا في روز كثير روز موجود ان شاء الله. هذا تامينة فهد في موجود، هذا فاطمه جهاد ستيشن بيهايند المنى هوسبيتال دمام سكان ساسوا موجود تامينة فهد. تعال ان شاء الله شيل هذا روز، شوف هذا كيف واجد في روز موجود ان شاء الله 100 100 روز. هذا شوف حلو روز ان شاء الله، شوف كيف روز. هذا في واحد كيس في 3 كيلو، واحد نفر في 3 كيلو 3 كيلو شوف. اوكي ان شاء الله جو بھی بھائی رائس، جو بھی بھائی لوگ رائس آپ لوگ صدقہ دینا چاہتا ہے، آپ کا فطرہ دینا چاہتا ہے، آپ لوگ ادھر آ سکتا ہے، آ کے ہمارا دکان سے آپ لوگ کلیکٹ کر سکتا ہے. ہمارے ادھر اچھا رائس ہے، 3 کلو کا رائس ہے، ایک ایک آدمی کا 3 کلو ہے. پرائز بھی بہت اچھا ہے، 13.95 ریال 95 حلالا 13.95 حلالا. آپ لوگ آ سکتا ہے، آپ لوگ رائس لے سکتے ہیں، لے کے آپ لوگ کا صدقہ دے سکتا ہے، آپ کا فطرہ دے سکتا ہے. আর আমাদের যে বাংলাদেশি বাইরা আছেন তারা যদি আপনারা কেউ আপনাদের ফিতরা দিতে চান তাহলে আসতে পারেন এখানে এসে আপনারা রাইসগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। এখানে রাইসগুলো খুবই ভালো। এই যে দেখেন রাইস ইনশাল্লাহ প্রচুর পরিমাণে রাইস আছে। এই যে এখানে রাইসগুলো খুবই ভালো। ওকে, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।